يلا السلام عليكم. هاي الطريقة كل إنسان مسجون ظلم تريده تدزل هياه هو يسويها أو أنت تسويها نيابة عنه. هذا الدعاء تكرره باليوم 3 مرات، الصبح والظهر وبالليل، مدة 10 أيام إلى 15 يوم بإذن الله تعالى. شكو مظلومية على هذا السجين، على هذا السجين العفو تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. يا كائنا قبل كل شيء ويا كائنا بعد كل شيء، يا مكون كل شيء، ألبسني درعك الحصين من شر جميع خلقك. هذا الدعاء تكرره 3 مرات باليوم بإذن الله تعالى. هذا السجين اللي مظلوم راح يطلع، واهم شيء لا تنسون الدعاء. خلاص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.